طب هذه المشروع بقانون اللي هيناقش بكرة ده، ايه الرسالة اللي بيقولها للمستثمر من القطاع الخاص؟ بيقول له مستثمر احنا دلوقتي في حياد ضريبي، حياد ضريبي، ان الدولة بتقول اذا كان شركات مملوكة لزراع مدني او عسكري في المجال الاقتصادي والاستثماري بنقول لك اتفضل احنا بنلغي عنه هذه الامتيازات عشان يكون زيك زيه في المنافسة. أيوة. انت we are leveling the field، يعني بنسوي جميل الارض. يا فندم، جميل يا فندم، صح كده. اما والقطاع الخاص النهارده بنقول له اهلا وسهلا بيك، عمل القانون، عدلنا في عدد من المواد في قانون الاستثمار، قانون الاستثمار اللي هو اتعمل سنه 17، بنقول لك اتفضل ادي مزايا بنقدمها لك، واحنا كمان الامتيازات اللي بتتمتع بيها مؤسسات مملوكه للدوله وجهات في مجال الاستثمار او مجال النشاط الاقتصادي احنا لغيناها لك كمان، عشان طيب. يبقى في الحياد التنافس، الدوله واقفه على الحياد. طيب. هي نقله نوعيه؟ نعم يا فندم، نقله نوعيه. طيب. احنا كنا فين وبقينا ده؟ احنا كنا ده حلم، طب. وده جاي نتيجه القرارات 22 قرار اللي هو مجلس من اعلى المجلس الاعلى للاستثمار. طب للاستثمار. ارجع تاني لقانون مشروع قانون النهارده او التعديلات، ده التعديل الرابع لقانون الاستثمار. بالظبط يا فندم، اكيد سمعت الاصوات المختلفه او اللي عرضت التعديلات وقالت يا جماعه هو مش بتعديل تشريعي، هو بالتنفيذ والتطبيق على الارض، موظف صغير يقدر يوقف الدنيا، وعشان اغير المناخ لازم اكون يعني بغير طريقه تفكير هؤلاء الموظفين. شايف ان القانون يكفي سياده لا يا النائب؟ فندم، لا طبعا. يعني النهارده لما حد يجي يتكلم يقول لك والله في سعرين لسعر الدولار، دي سياسه نقديه، وهتقفي في برنامج الاصلاح الاقتصادي والاصلاح الهيكلي اللي احنا فيه حاليا، بيخاطب مساله توحيد سعر الصرف، لان انا معايا برنامج مع صندوق النقد الدولي خلال الفتره دي، خلال السنه دي بنهايتها، يكون مفروض ان البنك المركزي يحقق وحده سعر الصرف، يعني سعر صرف واحد ومرونه سعر. هو ملتزم امام الجهات الدوليه او المؤسسات الماليه دولية، خاصه صندوق النقد الدولي، بالبرنامج الموجود ده هيتحقق. نعم، احنا بنتكلم على حاجه تانية خالص، لا شيء طبيعي، جزء داوت سيم، يعني لازم يكون في سعر صرف واحد يا فندم. طب انت معلش قلت ويتحقق خلال برضو البرنامج معلومه قدامي، مهمه لان حضرتك، البرنامج قدامي 4 سنين تمام، احقق هذا الهدف. بس حضرتك لكن قلت معلومة مهمة جدا، او معرفش دي معلومة خبر او كده، حضرتك بتقول لي ان بنهاية هذا العام هيكون عندي سعر صرف واحد، لانه هذا برضو امر يقلق كثير من المستثمرين، بيقول لك انا بصي يا اخش فندم، استثمر على اي اساس؟ الامر ده خاضع لتقديرات والعلاقه بين الحكومه والبنك المركزي من ناحيه، وصندوق النقد الدولي من ناحيه اخرى. احنا معانا 4 سنين في لا، برنامج ما احنا مش الاصلاح هنقدر الاقتصادي. نقعد خلاص اربع كده يا سنين فندم. بسعرين لا يا للصرف، فندم، لا يا فندم، ما نقدرش. النهارده لا يا فندم، انت عندك يعني هنا بنقول لابد ان الحكومه المصريه، ده متطلب من متطلبات اللي تفيد الاقتصاد نفسه والاستثمار بالذات، الاستثمار بالذات، مين اللي هيدخل وعندي تعدد في اسعار الصرف؟ طبعا بالظبط صعبه بالظبط جدا، وده احد المشاكل فيما يتعلق بالطروحات، برنامج الطروحات. النهارده المستثمر لما يجي يشتري يعني مشروع مطروح للبيع في هذه الحاله، بيبص بيقول لك قيمني على اساس سعر الصرف في السوق الموازي مش السوق الحكومي. صحيح. ولذلك احنا مدركين، او الحكومه مدركه والبنك المركزي مدرك لهذا، ان لابد من توحيد سعر الصرف. متى سيحدث هذا؟ المفروض في اقرب فرصه، لان هذه المراجعه الاولى مؤجله، وفي مناقشات شغاله لحد النهارده، بس مؤجله لحد المراجعه الثانيه اللي هي في سبتمبر. المفروض نعم. يبقى عندي حصيله كافيه لما احرك سعر الصرف، يبقى اقدر ادافع عن قيمه الجنيه المصري في عندما يتحرك، واقدر البي احتياجات المستوردين والمستثمرين لشراء مستلزمات الانتاج واستيراد مستلزمات والافراج على المواد اللي هي نعم. مكدسه في الجمارك. الى كده بيبقى الفجوه اللي بين السوق الموازيه والسوق الرسميه في البنوك تقل، هذه بحيث انه لابد من معالجه، ويبقى في هذه الحاله انه بتبان قد ايه نجاح البنك المركزي والحكومه المصريه في انها تقلل الفجوه وتلغي خلال فتره معينه، ويبقى في حاجه اسمها بنعمل ويفر مع صندوق النقد، ان انا بطلب انه يديني فرصه اللي هو تو ويف الشرط ده، بحيث ان انا بقول له خلال فتره بعمل له ميمو اوف اندرستاندنج، بقول للصندوق
انا في المراجعه نمشي المراجعه الاولى والثانيه، وخلال فتره كذا 6 شهور مثلا انا هاخد قرار بتوقيف. هل احنا طلبنا ده حضرتك؟ هل احنا طلبنا ده؟ انا ده خبرتي في لما كنت في صندوق النقد الدولي، لما بروح لدول بنطلب لما الامور كده مستعصيه وازمه ماليه عالميه تداعياتها شديده على الدول الناميه والناشئه بما فيها مصر، فبقول له والله وانا بتفاوض معاه اديني فرصه نأجل. تنصح الحكومه انها تعمل ده مثلا؟ نعمل ويفر، نطلب ويفر للمتطلب ده نحققه، ونعمل ميمو اوف اندرستاندينج، مذكره تفاهم، ان انا خلال فتره 6 شهور هوحد سعر الصرف. شكرا دكتور فخري الفي، رئيس لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب. أفكار يعني برضو ممكن الحكومة تسمعها، ولكن قال مجموعة من المعلومات مهمة. هذا مشروع تعديلات مهمة في مشروع القانون، بكرة هيتم مناقشة مشروع القانون الآخر اللي هو الحقيقة أهم كتير يمكن من حوافز الاستثمار، اللي هو له علاقة بالحياد التنافسي أو العلاقة ما بين الشركات التابعة للدولة بكل أجهزتها وبين القطاع الخاص، إن هو إزالة بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من هذه الشركات. لكن هو أكد لنا إنه فيما يتعلق بالشركات العسكرية ما سيتم إلغاء الإعفاءات عنه هو شركات الخدمة الوطنية وليس الهيئة الهندسية، لأنها تقوم طبقا لهذا القانون بمهام لها علاقة بالبنية الأساسية والأمن القومي، وأنا بتكلم على أن ذلك طبقا للقانون.